رك شوية. اشنو هاد اليوم قاينا؟ وداك المصيبة وين راه؟ شكون؟ أحمد. ما نعرف، ملي خرج البارح قال نرجع العشية ما نعرف. لا يردوا. وانت واش عندك في هذا أحمد؟ ملي حكموك العسكر حالتك ولات ما تعجبش. ما العزيزة لو كان راكي عارفة. راني عارفة. واش راكي عارفة واش؟ بلي ما زالت فيك هذيك الخلعة ديال العسكر ساكنة في بالك. ياك لا كريف جازت ما بقى لنا خوف. ما رانيش تما محاينك. اسمعي زكية. واشنو؟ اسمعي قاعدي قدامي دوق نفهمك. يلزمك تقسمي معايا هاد العذاب اللي راني فيه وحدي. اسنايا قاعدي هنايا. فاضل يا ولد اهبط للباب وعس عس وعس وعس. اليوم الدق ما يزغدش، الدق ما يزغدش. زكية اسنايا زكية، تعرفي شنو هو تيرونيست؟ معلوم نعرف. واللي يحكم فيهم الشاف تيرونيست؟ صح. زكية ما تنخلعيش، انت بريدة قلبك وخاف عليك. زكية نقولك الصح، عندنا واحد راه مخبي هنا في هذا الدار. شكون احنا؟ زكية كما قلت لك ما تنخلعيش، خاطر انا راني هنا. احمد ده هو. راني عارفه. راكي عارفه؟ شي مليون. وكيفاش راكي عارفه وما قلتي ليش؟ انا قلت لك شي باش ما نحيركش. صار راكي عارفه يا اما تيمك. وانت منين سمعتي؟ شوف حسن درك نوري لك باش ما تخافش. سمح. واش توري لك؟ ما تخافش تسنى. ما تخافش. شوف واشنو هذاك؟ فلات بسيط. هذا رجعت مجاهد. راجلك رجع مجاهد. زكية راجلك رجع مجاهد. خبيت مسؤول في داري بالصديكة ولينا القرابيلات الرصاص والبارود في داري. زكية فلات وعلاش خيروني انا؟ علاش وانت زكية راكي عارفة واش راح يصير بينا؟ ما راكيش عارفة دوك نقول لك الفيقة